أرجو أن لا تستفز من جوابي. أبداً. السياسة ولعب السياسة كان مع الأمريكان كلش ممكن. ممتع. ومع الإيرانيين ممكن. للأسباب. لأنه هم فلسفتهم هكذا. بس مع الإسرائيليين والإنجليز لا يجدي نفعاً أبداً. ولذلك يعني أنا أدعو أن نتحزم بحزام ذيب بكل صراحة. أمريكا تأخذ وتعطي. تضحك علينا تقول خليني أتواجد حتى أقاوم داعش، خلوني أشتري النفط حتى أعطيكم معدات متقدمة. ويا الإنجليز والإسرائيليين ماكو هذه المبادلة نهائيا، سترى سياسة أخرى. يعني لو موت لو يعمل عيوني. أي. يعني أنا فعلا هذه القضية أنه اللعب مع الإيرانيين ومع الأمريكان كان ممتع. أعطيك وأنت مو أنا أعطيك، أنت راح تعطيني حجم الخسائر باللعب الممتع مع الأمريكان ومع ممكن ما قلت ممتع ممكن ممكن نعم. زين، ما هو الممكن والغير ممكن مع إسرائيل وبريطانيا إذا كان هو الواقع هكذا، شئنا أم أبينا ونحن نعرف اللعب مع الطرفين كان قذرا وكانت تضحياته عالية، لكن هذا الذي كان يخشى منه القلب عليه، هل الغباء السياسي للعمان والغلمان والصبيان هو الذي جاء بهؤلاء الحيتان؟ أكيد. يعني يمكن مرارا أنا اعترفت على الشاشات ومعاك تحديدا وقلنا إحنا دخلنا العراق بعد حوالي 5 عقود من النضال والقتال، ولكننا لا نملك ثقافة بناء الدولة بكل صراحة. يعني أمر بسرعة بدقائق وأكرر، التاريخ السياسي للحركة الإسلامية العراقية في العراق بالذات، الإسلام الشيعي، حركات الإسلام السياسي الشيعي مرت ب5 عقود كلها ما تسمح بتخريج قيادات نوعية ورجال دولة. لا تسمح. لا تسمح. العقد الأول من 58 إلى 68، 58 تأسيس حزب الدعوة، 68 مجيء حزب البعث. هذا عقد التثقيف العام.